وسؤال عنده راه نيتو، ومن المفروض اننا خصنا نخرجوا ونتواصلوا ونقولوا اشنو كاين بالضبط، لانه كاين واحد مجموعه من المعطيات اللي هي مغلوطه، اللي يعني الان ولات كتسرب داخل المجتمع. احنا من المفروض فينا هذه الظروف كتفرض فينا اننا نتوحدوا جميع مكونات المجتمع، ولكن الخطاب ان المحامون خارجين دايرين وقفه لانه ما بغاوش يخلصوا الضريبه، فهذا ككلام يعني لا يقبل ولا المنطق ولا العدل. المحامون بتكوينهم الحقوقي والقانوني كيعرفوا ما لهم وما عليهم. المحامون يدركون جيدا أهمية دور المواطن والأدوار ديال المواطنة في إطار التعاضد والتكافل داخل المجتمع، وهذا هو المفهوم الحقيقي للضريبة. الضريبة كل واحد يؤدي بحسب نسبة من ربحه لفائدة الدولة من أجل تدبير واحد مجموعة من الخدمات، واحد مجموعة من المرافق العمومية، الصحة والتعليم والسكن والأمن والاستقرار. إذا خصنا نفهموا هذه المسألة. المحامون واعون، ولكن أن نفاجأ مؤخرا أولا بجوج المقتضيات كاينين في مشروع قانون المالية ديال 2023 فوجئنا بهم، وتم المصادقة عليهم في المجلس الوزاري، وتم عرضهم الان على البرنامج. الملاحظه ديالنا الاولى هو انه اي مقتضيات تخص واحد القطاع معين لابد من الرجوع الى ذاك القطاع ونفتحوا واحد الحوار جدي، لاننا دائما كيفاش كنبغيو نخرجوا مقتضيات معينه خص يكون هناك توافق، والتوافق سوف يؤدي الى الاستقرار، وكل واحد كيعرف ما له وما عليه، وهذه هي المقاربة التشاركية، وهذا هو دستور ديال 2011. والحال أنه هذه المقتضيات خرجت إلى الوجود يعني في غفلة منا دون الرجوع إلى مؤسساتنا المهنية في شخص نقبائنا اللي هم الممثلين ديال الهيئات المهنية، فاعتبرنا هذا الأمر هو غير مقبول وغير دستوري، وأننا كنرفضوه وكنقولوه احنا مستعدين للحوار وللجلوس إذا كانت هناك إمكانية لسحبه، ونحن نعلم جيدا، ونحن هناك كنعرفوا القانون، كنعرفوا النظام ديال البرنامج، النظام الأساسي، كنعرفوا الدستور، كيقول لك قانون المالية، البرنامالي راه ما عندوش الإمكانية أن يطالب بزيادة في النفقات أو في المطالبات بالنقصان في المداخل. إذا ما هو دور البرنامج في إطار مناقشة مشروع قانون المالية ديال 2023؟ نحن نعلم أن الحكومة كاين بعض المقتضيات اللي الاصل ديالها هي بعض القوانين، مثلا المقتضيات الضريبيه راه الاصل ديالها هي المدونه العامه للضرائب، والحال انه يتم استغلال واحد المقتضى اللي هو منصوص عليه في الدستور وفي القانون ديال مشروع قانون الماليه، وكيفاش كيدوز، كيفاش كيتهيئ وبالسرعه ديالو. فبالتالي تفاجئنا بواحد جوج ديال المقتضيات. حنا كنقولوا اولا الضريبه على القيمه المضافه اللي هي تم رفعها من 10 ل 20%، يجب ان تراعي الحكومه أن المحامي يعني في إطار الخدمات ديالو وفي إطار العمل ديالو اليومي راه ملفات عندها طابع اجتماعي، خصنا نستحضروا هذيك المرأة اللي الزوج ديالها ما كيأديش لها النفقة، الملفات ديال النزاعات، الملفات ديال الحوادث، إهمال الأسرة، الملفات ديال الأكلية البسيطة. فبالتالي هذا المواطن الذي التجأ إلى العدالة من أجل الوصول إلى حقوقه يعني في البدايه يصطدم بانه لابد لدفاعه ان يؤدي تسبيقا بخصوص الطلبات والمقالات والنيابات والمؤازرات. اولا 300 400 في المحاسن فيها 500 على مستوى محكمه النقد. اذا هذه عرقله للمواطن وللمتقاضي في الولوج الى العداله. كذلك كنلقاو ضريبه على القيمه المضافه تم رفعها من 10 الى 20% بالنسبه للمرتفقين والمتقاضين، وهذا غادي يشكل صعوبه جدا في حين ان الدستور كينص على المجانيه من يتعلق بالرسوم القضائيه. اذا ولكن في المقابل هذه الخدمات اللي كيقوم بها المحامي للمساهمة في تحقيق العدالة، هذا للولوج المستنير، نساعدوا هذا المواطن باش الاحكام تكون فيها عدم القبول، نساعدوه كذا، بالتالي ما يمكنش نجيو نفرضوا عليه واحد الاجحاف. وبالتالي هذه العداله الضريبيه اللي كنتكلموا عليها في الخطاب الرسمي، هذه العداله الضريبيه اللي خرجت بها التوصيات ديال المناظره الوطنيه في ماي 2019 على ارض الواقع هي غير مفعله. كذلك كنجيو كنقولوا المساله ديال الحز من المنبع ديال 20%، هذا سوف يؤدي اننا سنؤدي الضريبه
على رقم المعاملات، في حين أن الضريبة تؤدى على الربح الصافي، يعني رقم المعاملات كنخصموا منه الرقم المعاملات كنخصموا منه المصاريف اللي كيحدد المشاريع اللي هي قابله للخصم، وهذاك الفرق هو اللي كنادوا فيه الضريبه. والحال سوف نفاجئ اننا سوف نؤدي مبالغ ضريبيه بناء على رقم المعاملات، وهذا سوف يؤدي الى اغلاق المكاتب بشكل نهائي، القضاء على واحد الفئه اللي هي قاعده كبيره على مستوى بنيه المحاماه اللي القانون ما وضحش الوضعيه ديالها. وهنا كنتحدث على المحامي المساعد، قانون المهنه كيقول بانه ما عندوش الحق يدير ملفات، والحال انه الان القانون الضريبي كيقول لك خصو يكون عنده تعريف ضريبي. كيف لهذا التناقض؟ وهنا كنقولوا هاد الناس كانوا يبركوا ويجلسوا مع المؤسسة المهنية ويفهموا بالضبط اشنو هي مهنة المحاماة. الوزير المنتدب للميزانية البارحة كيصرح ان هاد المقترحات راه خدها بناء على مقترحات ديال السيد وزير العدل. نقول له على انه قطاع المحاماة هو قطاع مستقل، من يمثله هي الهيئات والمؤسسات المهنية، وزارة العدل عندها اختصاصات محددة، وبالتالي باش نتكلموا على قانون مهنة المحاماة وعلى المقترحات ديالنا، اللي عنده الحق يقدم هذه المقترحات هم الهيئات المهنيه والنقباء الممارسين، اللجان المشتركه سواء مع وزاره الماليه او مع وزاره العدل، كتكون حنا كنحطوا الممثلين ديالنا وكنوضعوا المقترحات ديالنا بشكل موضوعي. فتره صعبه يمر منها قطاع العداله بالمغرب، المسوده فوجئنا مؤخرا بمسودات ممنوحه عبر يعني وسائل التواصل الاجتماعي، والحال ان قانون المهنه مشروع قانون المهنه يضعه المحامون بناء على توصيات مؤتمراتهم يقدم لوزاره العدل ويتم وحدات لجنه مشتركه، وكنحيدوا النقاط اللي هي حنا متوافقين عليها، وكنبقى النقاط الخلافيه وكنناقشوا وكنوصلوا للصيغه النهائيه. هذه الضوابط وهذه الاعراف والتقاليد تم اقصاؤها من طرف وزاره العدل خلال هذه الولايه الاخيره. اتمنى فوجئنا كذلك البارحة أنه في إطار جدول الأعمال المجلس الحكومي على أنه كان هناك مسودة سوف تعرض على الحكومة، المسودة المتعلقة بالمسطرة المدنية، في حين أنه هذا الموضوع خصنا نناقشوه وخصنا نوسعوا فيه النقاش. وسبق لنا في الولايه السابقه اننا قدمنا مقترحاتنا فيما يتعلق بهذه المسوده اللي كانت تعرضت علينا، الان كنتفاجئوا بمسوده اخرى. فهذا كنظن على اننا الامور خصنا نتكلموا بخطاب مهني، خطاب واقعي، خطاب هادف وايجابي. اتمنى على اننا نستحضروا المصلحه العامه، نجلسوا في جلسات حوارية جدية بين جميع الأطراف، نستحضر المصلحة العامة، نستحضر المصلحة العامة، أمن المواطنين، الاستقرار في هذه البلد في ظروف صعبة جدا. يجب أن يكون هناك تلاحم ما بين مؤسساته وما بين جميع القطاعات والمؤسسات وبين جميع فئات المجتمع. أؤكد أننا نحن مستمرون في وقفاتنا وفي نضالنا المهني، وكذلك نحن على استعداد للجلوس للحوار ولطرح المشاكل بشكل جدية ولإيجاد الحلول وللخروج بهذا المأزق الذي سوف يؤدي يعني إلى أوضاع يعني ما لا نتمنى يعني أننا نقع فيها.